اهلا بيكم طلبة الصف الثاني الابتدائي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معادنا اليوم مع درس جديد اسمه اريد ان اكون طبيبا. الدرس ده في كتاب المدرسة صفحة 63. متعودين قبل الدرس بيكون عندنا شوية اسئلة نفكر فيها، فهنبتدي الدرس ونفكر مع بعض في الاسئلة اللي قبل الدرس. اولا عنوان الدرس هو اريد ان اكون طبيبا. أريد أن أكون يعني أنا عايز أبقى طبيب. طبيب إيه؟ يا ترى كلنا عايزين نبقى أطباء؟ بيتهيألي لأ، ممكن أريد أن أكون مهندسا، أريد أن أكون معلما. تعالوا مع بعض نبص على أسئلة كتاب المدرسة. أول سؤال بيقول لي فكر نشاط، فكر وعبر بالرسم عن مهنتك في المستقبل ثم شارك. زي ما أنا قلت، هل أنت تحب تكون طبيب ولا تحب تكون مهندس؟ ولا تحب تكون معلم؟ ولا تحب تكون لاعب كرة قدم؟ ولا تحب تكون نجار؟ شوف انت هتحب تكون ايه وارسمها وعبر عنها. عبر عن مهنتك، يا ترى نفسك تطلع ايه؟ انا كان نفسي اطلع تيتشر او معلمة او ضابط او مهندس. اختار اي رسمة من الرسمات دي وارسمها. تمام، نبص مع بعض على السؤال اللي تحتيه. اقرأ واكتشف، سؤال متعودين عليه، نعرف المعنى من سياق الجملة وبنحاول نخمن. سل كل كلمة بمعناها. هتعرف المعنى من خلال ما تفهم الجملة. أحب أن أكبر مثل أخي. مثل يعني إيه مثل؟ هل معناها الوصول ولا عمل ولا أخي ولا حماني ولا تريد؟ كأخي، مثل أخي يعني كأخي، مثل أخي يعني شبه أخي. أحب أن أكبر مثل أخي. كأخي، مثل يعني ك أو شبه. وظيفة عامل النظافة مهمة. طبعا وظيفة يعني الوصول ولا عمل ولا حماني ولا تزيد وظيفة يعني عمل. السباح أنقذني من الغرق. كنت بعوم فالسباح أنقذني. أنقذني يعني الوصول ولا حماني ولا تزيد؟ أنقذني يعني حماني. يتم التواصل بين الحيتان عن طريق الأصوات. التواصل، الحيتان بتتواصل يعني الوصول ولا تزيد؟ التواصل يعني الوصول، الوصول لبعض، بيوصلوا لبعض عن طريق الأصوات. الرياضة تنمي العضلات لتكون قويا. كلمة تنمي يعني بتزود، تزيد، يبقى تنمي تزيد. يا ريت تكون وصلت معايا. ادي الدرس بتاعنا، الدرس بتاعنا صفحة 63 في كتاب المدرسة، بيقول اريد ان اكون طبيبا. هنقرأ الدرس مع بعض واحدة واحدة ونحاول نفهم مع بعض. قال احمد لوالده أريد أن أكون طبيبا مثلك يا أبي. الأب وهل تعرف مهارات وظيفة الطبيب؟ أحمد وما المهارات التي تحتاج إليها يا أبي؟ الأب مهارة حل المشكلات لإنقاذ حياة المرضى ومهارة التواصل مع التطور ومساعدة الآخرين والتفكير الجيد. أحمد سأحاول تنمية هذه المهارات حتى أكون طبيبا ماهرا مثلك يا أبي. نشرح مع بعض الدرس. أول حاجة، ده قصة ولد بيتكلم مع والده الطبيب، أريد أن أكون طبيبا. أحمد عايز يكون طبيب. قال أحمد لوالده أريد أن أكون طبيبا مثلك يا أبي. أحمد بيسأل والده أو بيطلب من والده أنه هو عايز يكون طبيب زيه. مثلك، أنا عندي كلمة قال عكسها سكتة. مثلك يعني شبهك أو زيك باللغة الفصحى، شبهك، أشبهك. تمام؟ الأب وهل تعرف مهارات وظيفة الطبيب؟ انت عارف الطبيب ده بيحتاج ايه؟ المهارات اللي بيحتاجها
بتحتاجها وظيفة الطبيب. وظيفة يعني عمل، مفرد مهارات مهارة، جمع الطبيب الأطباء أحمد. وما المهارات التي تحتاج إليها يا أبي؟ هنا عندي في الجملة دي أسلوب استفهام اللي هو ما المهارات التي تحتاج إليها يا أبي، ده اسمه أسلوب استفهام. أي سؤال بيقابلنا اسمه أسلوب استفهام. طيب، ويا أبي ده أسلوب نداء، يا أبي ده أسلوب نداء. الأب مهارة حل المشكلات. ليه لازم الطبيب يكون عنده مهارة حل المشكلات؟ مفرد المشكلات المشكلة. ليه؟ لإنقاذ حياة المرضى. إنقاذ يعني حماية حياة المرضى. ومهارات التواصل مع التطور، ان انت تقدر تركز في الشغل بتاعك وتكون متطور، عندك علم بكل حاجة حديثة. الطب لازم تكون عارف كل حاجة حصلت حديث، ايه الأدوية الجديدة، ايه الفيروسات الجديدة. معنى كلمة التواصل الوصول، ان انت تقدر تشتغل وتكمل. كمان لازم تكون عندك مساعدة الآخرين والتفكير الجيد، تقدر تساعد أي حد، أي حد تعبان يجي لك تقدر تساعده. كمان تفكير جيد، إيه العلاج المناسب للحالة دي، إيه ينفع أعمله مع ده. تمام. أحمد سأحاول تنمية هذه المهارات. أحمد هيحاول يخلي يكبر المهارات دي أو يزود المهارات دي. تنمية يعني زيادة. قلنا قبل كده مفرد المهارات المهارة. حتى أكون طبيبا ماهرا مثلك يا أبي. يبقى أحمد هينمي مهاراته لكي يكون طبيبا جيدا مثل أبي. نشاط ب في الصفحة، في نفس الصفحة بيقول لي اقرأ النص ثم أجب. تحدث أحمد مع مين؟ والده، والدته، صديقه. برافو عليك، مع والده. سؤال اتنين، تحدث أحمد مع والده. سؤال اتنين، والد أحمد يعمل طبيب، عامل نظافة، معلما. والد أحمد كان يعمل ايه؟ طبيبا. يبقى رقم تلاتة، من المهارات التي يحتاج إليها الطبيب، المهارات اللي يحتاج إليها الطبيب مكتوبة فوق في الدرس، حاول تشوفها. حل المشكلات ومهارات التواصل. ممكن نقول عندنا التفكير الجيد، ممكن نقول مساعدة الآخرين. صح، دول كمان صح. يبقى من المهارات التي يحتاج إليها الطبيب حل المشكلات ومهارة التواصل. رقم أربعة، في رأيك أحمد يريد أن يكون طبيبا لأن. ليه أحمد عايز يكون طبيب؟ لأنه يريد إنقاذ حياة المرضى ومساعدة الآخرين. ليه؟ لإنقاذ حياة المرضى ومساعدة الآخرين. يبقى أحمد عايز يكون طبيب لينقذ حياة المرضى ويساعد الآخرين. النشاط ب أو جيم، ضع الكلمات في مكانها المناسب. الكلمة الأولانية مثل، بعد كده التواصل، التواصل، إنقاذ، تنمية، مهنته أو وظيفته. مكتوب عندما أكبر أريد أن أكون سباحا. إيه سباحا؟ إيه عمي. مثل، أريد أن أكون سباحا مثل عمي. علمت من أبي أن هي نقط الناس من الغرق في البحر. أن إيه هي صعبة شوية. أن وظيفته، أيوة برافو عليك، هي إنقاذ الناس من الغرق في البحر. برافو عليك. هذا يحتاج إلى تنمية مهارات السباحة
ومهارات التواصل بالإشارة. لازم السباح يكون عنده يعرف يكون عنده إشارات علشان يقدر يتواصل مع الناس اللي بيعوموا معاه أو الناس اللي هينقذهم. عندما أكبر أريد أن أكون سباحا مثل عمي. علمت من أبي أن وظيفته هي إنقاذ الناس من الغرق في البحر. هذا يحتاج إلى تنمية مهارات السباحة ومهارات التواصل بالإشارة. نقلب الصفحة مع بعض. بيقولي نشاط جيم أو دال. حان الآن وقت القراءة الجهرية. هيا اتبع تعليمات معلمك. يلا نبص على الكتاب. أريد أن أكون طبيبا. قال أحمد لوالده أريد أن أكون طبيبا مثلك يا أبي. الأب وهل تعرف مهارات وظيفة الطبيب؟ أحمد وما المهارات التي تحتاج إليها يا أبي؟ الأب مهارة حل المشكلات لإنقاذ حياة المرضى ومهارات التواصل مع التطور ومساعدة الآخرين والتفكير الجيد. أحمد سأحاول تنمية هذه المهارات حتى أكون طبيبا ماهرا مثلك يا أبي. سؤال 3 بيقول لاحظ واكتشف. نشاط ألف. اقرأ ولاحظ الجمل الآتية. في المثال دوت أو في التمرين دوت إحنا هنتعلم حروف الجر. حروف الجر ليس لها قيمة إذا جاءت مفردة، يعني لو حرف الجر جه لوحده ملهاش أي قيمة، بس هو بيدي الجملة معنى تام، يعني لما نحطه في الجملة بيفهمنا معنى الجملة كويس. إيه هي حروف الجر؟ من، إلى، عن، على، في، والباء والكاف واللام. من، إلى، عن، على، في. من، إلى، عن، على، في، الباء، الكاف، اللام. تعالوا نشوف ازاي حروف الجر مهم. المثال الاولاني بيقول لي يعمل ابي المستشفى. حد بيعمل مستشفى؟ كده الجمله مش مفهومه قوي، معناها مش واضح. لكن بص، يعمل ابي في المستشفى، كده فهمت ان بابا طبيب بيعمل في المستشفى. المثال التاني اذهب المدرسه مبكرا. فاهم بس المعنى مش مظبوط، غير تام. اوكي، فالمعنى مش مظبوط. ايه اللي هيظبط المعنى وايه اللي هيخليه كويس؟ حرف الجر. لما يقول لي اذهب الى المدرسة مبكرا، كده انا فهمت الفرق. اذهب الى المدرسة مبكرا، يبقى حروف الجر بتوضح معنى الجملة. اخذت امي الكتاب. اخذت امي الكتاب، كلام تحس ان هو مش مظبوط منطقيا. اخذت من امي الكتاب. ايوه كده، عرفت ان انا اخذت من مامتي كتاب. يبقى حروف الجر بتوضح معنى الجملة. تمام. تعال نشوف نشاط باء. فكر وعبر. سائق الاتوبيس، دي شبكة المفردات. ايه المحتاجينه من سائق الاتوبيس؟ ايه المهارات اللي ممكن تكون عند سائق الاتوبيس؟ ان يكون عنده معرفة مبادئ الصيانة الاساسية. لو حاجة باظت في الاتوبيس يعرف يصلحها، اسمها معرفة مبادئ الصيانة الاساسية. اتنين، معرفة معاني الاشارات، يكون عارف الاشارات اللي في الطريق دي معناها ايه، مش هيمشي كده وخلاص. رقم 3، كيفية تجنب المخاطر. لو في حادثة او في حفرة او في مشكلة في الطريق يعرف يتجنبها. القيادة في الظروف المناخية الصعبة، لو في شبورة الصبح يعرف يسوق فيها، لو في مطر يعرف يسوق فيه، لو في هواء شديد رياح يعرف يسوق فيها. يبقى دي المهارات اللي محتاجها سائق الأتوبيس. معرفة مبادئ الصيانة الأساسية، معرفة معاني الإشارات، كيفية تجنب المخاطر، القيادة في الظروف المناخية الصعبة. نشاط 4، لاحظ وتعلم. نشاط ألف، أكمل بحرف مناسب إلى في من. عندنا 3 حروف جر، إلى في من، إلى في من.
تعالى نقرا من بعض مع بعض ونختار الحرف المناسب. أضع ملابسي دولابي. يا ترى هتختار ايه؟ في دولابي. برافو عليك. أضع ملابسي في دولابي. أذهب المدرسة صباحا. أذهب إلى. ممتاز. أذهب إلى المدرسة صباحا. رقم 3. التفاح نقط أشهى الفواكه. التفاح من أشهى الفواكه. طبعا التفاح لذيذ. أشتري الطعام من المتجر. من. أشتري الطعام من المتجر. ممتازين. نشوف التدريب اللي بعد كده. نقلب الصفحة في كتاب المدرسة. بيقول لي كون كلمات تعبر عن وظائف. يبقى من الحروف اللي قدامي دي هتعمل وظيفة أو مهنة. أول كلمة باء ياء طاء باء. سهلة جدا. كلمة طا بيب. طا بيب. اللي وراها مد ألف خاء زاي باء. خباز. خباز. بعد كده هاء ميم سين نون دال. برافو عليك. ممتاز. مهندس. يبقى اول واحدة عندي مهنة الطبيب، تاني واحدة مهنة الخباز، تالت واحدة مهنة المهندس. النشاط اللي بعد كده بيقول لي نشاط ألف خمن اسم المهنة ثم اكتبها. حاول تخمن اسم المهنة دي. ده لابس كاب ولابس ماسك جهاز، عنده إشارة مرور، بينظم العربيات والناس اللي بتعدي الطريق. يبقى اسمه شرطي أو ضابط. طيب بعد كده الراجل الولد ده ماسك خشب وعنده أدوات شاكوش مسامير. الحاجات دي أدوات مين؟ نجار. برافو عليك. دي بنت عندها كتاب أو كتب وسبورة وتلاميذ. يبقى دي معلمة. اتبع إرشادات معلمك في إملاء الكلمات الآتية. أنا هقرأ لحضرتك الكلمات وحضرتك هتحاول تتملاها بعدين. تنظيم الوقت. أول كلمة تنظيم الوقت. المسؤولية. خلي بالك عشان الكلمة دي فيها همزة على نبرة. المسؤول. لو الهمزة أو حرف الألف جه في نص الكلام مضموم يعني عليه ضمة، بيكتب على نبرة وعليها ضمة. المسؤول ويجي وراها مد بالواو. المسؤولية. بالراحة كده. بعد كده كلمة التواصل. بعد كده كلمة التواصل. بعد كده كلمة التفكير. دي قال شمسية يعني انت التفكير تتنطق كده الصح بتاعها. التفكير عشان نوضحها للحلوين بتوع سنة تانية او الطلبة سنة تانية. التفكير. ضبط النفس. ضبط النفس نفس الكلمة. كلمة فيها الشمسية اللام لا تنطق. ضبط النفس. ومعايا آخر تمرين أو آخر نشاط في الكتاب هو نشاط جيم. نشاط جيم بيقول لي اكتب بخط النسخ. العمل شرف. العمل شرف. ياريت نكتب الكلمة دي بخط كويس. العمل شرف. أي عمل الإنسان يعمله ده شرف لي، أو كل الأعمال أعمال كويسة. المهم الإنسان يعمل. اكتب الجملة دي بخط جميل واكتبها بالتشكيل
وكده نكون الدرس بتاعنا انتهى النهاردة، واتمنى ان حضرتك تكون فهمت معايا الدرس، والدرس واضح وسهل وجميل، وهو بيتكلم عن المهن. واشوف حضرتك في درس جديد ان شاء الله على خير.